خلينا بقى ننتقل دلوقتي، لان برضو الحديث لما تبقى جوه الكواليس وشايفها الى حد كبير بتختلف. احنا بنتكلم عن تاني الحدث الكبير اللي هيضل يا كريم حديث، يعني زي ما انا قلت اهالي الاقصر وكل الاهلوية في كل مكان في العالم، لان انت لما تقول النادي الاهلي يعني نادي عريق، يعني بتتكلم عن 114 سنة، يعني كيان كبير جدا موجود دلوقتي في جنوب الصعيد زي ما حضراتكم شايفين. برضو طبعا تابعتوا اكيد يعني على مدار الايام السابقة الافتتاح. الحقيقة كمان عايز اقول وانا بقدم الحفلة يعني كنت حاسة بفخر، وكان في كده الى حد كبير برضو عارف يعني انا قدمت حفلات كتير جدا وحاجات يعني رسميه وغيره، بس ان انت واقف قدام يعني ضيوف في غايه الاحترام والتقدير والمكانه، وكمان عارف ان انت في ملايين بيتفرجوا عليك، فبرضه ليها رهبه، يعني مهما كنت محترف مهما كنت يعني واثق من نفسك برضه بيكون ليها رهبه كبيره. ولكن افتتاح كان جميل بشهاده الكل بصراحه، الحمد لله رب العالمين. وفكره هنا طعم الانجازات اللي دايما الاهلي بيحققها اكيد ليها ميزه عند كل اللي بيعشقه، كل اللي بينتموا لكيان النادي الاهلي. بس اكيد هنرجع نقول تاني الشراكه المميزه بين النادي الاهلي وشركه استادات اكيد حاجه كبيره وحاجه تفرح. المجهود كمان المبذول في تنظيم الافتتاح، يعني مش عايزه اقول لحضراتكم والله العظيم من ساعه ما وصلنا المطار لغايه لما رحنا المطار عشان نسافر احنا تقريبا ما نمناش غير عدد ساعات قليل جدا. كل الكرو من اصغر واحد لاكبر واحد كان حريص يا كريم ان هو يبذل مجهود علشان الصوره تطلع بشكل محترف اللي حضراتكم شفتوه. وبصراحه برضو انا عايزه تحية للأستاذ إيهاب الخطيب، أنا عايزة يعني رئيس قناة، بس بصراحة والله العظيم من قلبي بقولها هو كان أي حاجة تطلبها منه هو واخد باله من كل حاجة بصراحة والحق يقال، وأنت عارفني أنا مش من الشخصيات اللي بتجامل خالص. هذا الرجل من أصغر حاجة يعني طالبينها الأكبر حاجة، هو عايز كل حاجة تبقى متوفرة، بخصوصا أنا وأحمد سمير مقدمي الحفلة عايزنا نبقى مرتاحين جدا. يعني بصراحة أنا بشكر حضرتك وبشكر كل الناس والأستاذ باسم عزمي، كل الناس اللي كانت موجودة حقيقي كانوا حريصين جدا إن كل حاجة تطلع بشكل محترف، وإن إحنا كمان كمقدمي الحفل نبقى مرتاحين. أنا بقول لك كل ده انعكس بقى بالإيجاب على الصورة الشكل العام وإحنا قاعدين بنتفرج. لا حقيقي حاجة تفرح وحاجة تدعو للفخر، حفلة شيك راقية، الحضور شيك، الإيفنت ذات نفسه، فكرة إن في أهل الأقصر دي في حد ذاتها إنجاز جديد بطبيعة الحال يضاف لسلسلة إنجازات كبيرة جدا وعظيمة جدا كلها مرتبطة ومقترنة باسم هذا الكيان المحترم النادي الأهلي العظيم. عايزين نتكلم كمان عن حاجة مهمة جدا في مشروع الأهلي الأقصر، وهي الحقيقة خبرات شركة استادات الوطنية، الشركة المصرية الكبيرة صاحبة الشراكة الاقتصادية مع نادي القرن اللي نتج عنها أهلي الأقصر، واللي بيظهر ده طبعا بشكل في منتهى التميز. كل ده بيجي بعد نجاح مشروع الوحدة الاقتصادية بين الطرفين، واللي ابتدى من خلال الاستاد الأهلي والسلام، وأيضا تطوير قناة النادي الأهلي وباقي المشروعات داخل هذه الوحدة الاقتصادية. هنا بنقول تاني فعلا أهلي الأقصر محل فخر لكل الأهلوية في كل مكان، يعتبر هو النادي الأكبر على الإطلاق في هذه المحافظة، مساحته حوالي 13 فدان إن ما كانش أكتر من كده، بيشمل ملعب قانوني لكرة القدم مجهز بمدرجات تتسع لحوالي 5000 متفرج، ملاعب متنوعة للألعاب الجماعية وللألعاب الفردية، حمام سباحة أولمبي، صالة مغطاة بمساحة فدان ونص تقريبا، حاجة كبيرة يعني بكيان كبير في الصعيد. لكن